فارس يمكن كان في فرحه كبيره جدا من البطوله، ايه السبب؟ يعني ان انت تحقق بطوله في السن الصغير ده من بدايه مشوارك، انت لسه ما بداتش المشوار في النادي الاهلي، ده مخلي طبعا الواحد فرحان. والبطوله كان كمان صعبه. ليه صعبه؟ ليه صعبه يا فارس؟ البطوله كانت 7 ماتشات منهم 5 في اسكندريه بره ارضك تماما، بره المحافظه كمان. ماتش سبورتنج كان من الماتشات الصعبه، وبعديها على طول بثلاث اربع ايام لعبت السيمي فاينل، وبعديها اخدت يوم راحه ولعبت الفاينل على طول وعلى ارضك كمان، فكان لازم ان انت تكسب. فطبعا كل ده كان مخلي البطوله صعبه وليها طعم حلو، كان الفوز كان ليه طعم حلو. يعني انا شايف ما شاء الله في التقرير وورينا للساده المشاهدين كان في حضور كتير في المباراه، كان في ناس مهتمه، كان النادي كله يعني حتى اللي ما يعرفش اللعبه، حتى هو ماتش الاهلي واليوبلس معروف دايما ماتش، حتى لو مش فاينل هو ماتش تقيل في اللعبه يعني. احنا كسبنا 7-6 في الفاينل، والحقيقه المباراه كانت ماشيه كلوز جدا، وكان واضح الحماس اللي كان. حسيت في لحظه من اللحظات انت ممكن تخسر؟ لا، حتى احنا كنا حتى في وقت الماتش كنا خسرانين 4-2 فرق 2، بس انا كنت حاسس يعني حتى في كذا ماتش سبورتنج قبل ما نخش كنت واثق من قوه التمرين، فالواحد كان واثق ان هو يكسب ماتش الشمس في السيمي فاينال، لحد ما وصلنا طوال ماتش هيليوبلس في الفاينال كنت واثق ان انا هكسب يعني. حلو الروح اللي انت فيها دي يا فارس، ده روح كابتن الفريق، وانت اسم على مسمى على فكره فارس وانت فارس فعلا.